مثل ما تعودتوا عم نطلع عليكم يوميا على شاشة الام تي في ونهي لكم طريقة الشوبينج مع شوبينج باي بسترر. غرض متنوعة ومميزة واسعارها كتير مقبولة. انتوا قاعدين بالبيت بدكم بس تتابعونا وتختاروا الايتم يلي بهمكن وتتصلوا فينا على بسترر على 01-44-55-55 وبيصل لعنكم من دون اي كلفة اضافية وين ما كنتوا بلبنان. مين منا ما بيعاني من اوجاع الظهر والرقبه ان كان بعدتنا الغلط بالمكتب او اذا بحكم شغلنا عنا سواقه لوقت طويل او باي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليوميه. رويال بوشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقه كتير مريحه لما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لانه منه سميك وما ببين. ولكن شخص عنده ديسك او تكلس ما له غنى عن رويال بوشر. بسعر 25 دولار بس وصل لعندكن من دون اي كلفه اضافيه، وهو كفيل للتخلص من اوجاع الظهر والرقبه. ما الكن الا تتصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن بلا اي كلفه اضافيه. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، وقت منضطر نحط منشرين أو ثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة كلها لأنه منشر بثلاث طوابق. ثري لايرز راك فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا. بمساحة كتير صغيرة صار فينا ننشر التياب كتير، وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر ثلاثة طوابق فيكن تحصلوا عليه بستين دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما إلكن إلا تتصلوا ببس ألور على 01-44-55-55. لكل ستات البيوت يلي بتهمهم ريحتهم، سوي برو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزنها الكيلو الواحد. بتسحب كل شيء من الكبير للصغير إن كان على السجاد على البلاط وعلى الباركيه، وبتحل لنا خاصة مشكلة الشعر يلي ولا مكنسة بتحل لنا إياها. الفاكيوم التقليدية تقيلة وبدها شريط كهرباء، والمكنسة العادية بعلق فيها الشعر. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، ما قلنا إلا نشرجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركيه، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبدا نشد، متركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان إنه شكل الجديد تريانكل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهولة. وإذا بدنا نمرقها تحت التخت أو الخزاين أو حيلا شي تاني، شوفوا شو براكتيكال، منوطيها بهالشكل وهيك بصير فيكم تفوتوها وين ما بدكن. وأكيد هذا الشي بينطبق مثل ما قلت لكم على السجاد كما على البلاط. سوي برو بلس بتبرم 360 درجة. بمختصر فيكن ما تعتلوا هم إذا ولادكن وقعوا بسكوي أو كورنفليكس أو حيلا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفض الجرور الكبير من الأوساخ. سوي برو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبدا. سوي برو بلس هي ماشين ما بتنضب لأنها بتستعمل 365 يوم بالسنة. والعرض هلا مع سوي برو بلس في ثلاث هدايا، قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتيات والتياب وكتير اشياء غيرهم، وهالفرشاية حتى اذا بدنا نشيل شي على السريع. سوي برو بلس اكيد مكفولة لمدة سنتين. لتحصلوا عليها اتصلوا على بس سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم ب 43 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفة اضافية. لكل يلي عندهم حيوانات أليفة بالبيت وبحبوا يهتموا فيهم، بننصحهم بالبت جرومينج جلوف، هالكف يلي بينظف الحيوان الأليف وبيعمل له مساج، بمشط له وبره وبشل له كل الشعر الزايد يلي عنده إياه. هالكف الخفيف مزود من تاني ميلة بقماشة بتشيل كل الشعر والوبر يلي بيكون هارر على الفوتاي أو على التخت. بت جرومينج جلوف صغير ومفعوله كبير وفيكن تحصلوا عليه الواحد ب 18 دولار، الاثنين ب 28 دولار بس، وبيوصلوا لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. اتصلوا على بس سيلر على 01-44-55-55. شو اورجنايزر هالشبه خزانه يلي بتنظم وبترتب الشوز؟
شو أورجانيزر مصنوع من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بينخزق وبنفس الوقت منه تقيل بالحمل. شو أورجانيزر بتساع 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة، وإلى غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا إنه نختار الشوز يلي بدنا إياه. قياسها مناسب كتير 55 ب 60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل فيكن تحطوا اثنين أو حتى ثلاثة شو أورجانيزر حد بعضهم. ب 26 دولار بتحصلوا على شو أورجانيزر والعرض هلا، مقابل شراء اثنين شو أورجانيزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وب 26 دولار بتوصل لعندكم بلا كلفة دليفري. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم دائما تتصلوا على رقم بست سيلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دائما على MTV.